يقول السائل: شخص مريض بالبواسير مما يؤدي إلى نزول إلى نعم شخص مريض بالبواسير مما يؤدي إلى نزول فضلات مع جزء من لحم يعني من دبره، فهل هذا الدم يبطل الوضوء مع العلم بأن هذا الدم يكون مصحوبا ببعض الفضلات الصغيرة؟ نعم، كما ذكرنا في الجواب السابق، إن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء ويوجب عليه الاستنجاء أو الاستجمار وإعادة الوضوء، إلا إذا كان هذا الشيء يخرج باستمرار لا ينقطع أبدا، فهذا حدث دائم مثل سلس البول ومثل المستحاضة من النساء، فهذا عليه إذا أراد الصلاة أن يستنجي ويضع شيء على المحل ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه شيء. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ما يستنجي ويتوضأ إلا عند الصلاة، ويفعل هذا عند كل صلاة ولو خرج منه شيء في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. نعم.